الحداد على أرواح ضحايا فاجعة الناصرية مستمر. تشيع رمزي أقامه أهالي الناصرية بمعية عائلات الضحايا، بدأ بمسيرات من ساحة الحبوب وصولا إلى موقع الفاجعة في مستشفى الحسين التعليمي. وكأن أجساد الضحايا أحرقت، علها تنير ظلام ذي قار بشكل خاص والعراق بشكل عام، ظلام يمثل الفساد والفشل في إدارة شؤون البلاد والتشبث بالسلطة بالقوة دون تقديم شيء يذكر للعراقيين. الشعب اللي راحوا واللي ماتوا، المية والفوق المية الموجودين اللي احترقوا بهذا العزل الموجود، مع الأسف ضحية كتل سياسية، المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري وكل رؤساء الكتل هم مسؤولين عن القتل. احنا ضحية، الشعب هذا والمواطنين ضحية الكتل السياسية. لا مستشفيات، لا ماي، لا كهرباء. إذن أكو حروب على الشعب العراقي. لا ثمن لحياة المدنيين في عراق الديمقراطية الجديد، فحياة المسؤولين فيه وحياة ذويهم أغلى ثمنا، يقول أحد سكان الناصرية. هسه الطين واحد منهم يكون محترق ابنه مشوب بمية يسافر الخارج، قبل راح عالج الخارج. هاي المساكين، هاي الفقرة يا لله يا لها، ربك سبحانه وتعالى حاطن عيننا بعين الله. المحافظ زمرة، الله وكيلكم، زمرة بس لغف ونهب وسلب. شموع ستظل موقدة، يقول أهالي الناصرية، إلى حين محاسبة جميع المسؤولين عن فاجعة حريق مستشفى الحسين وأمام أنظار الرأي العام.